وعن هالموضوع ينضم لي هاتفيا مستشار رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور يوسف التركي. دكتور يوسف مساء الخير، بداية ماذا يعني وجود 4 جامعات في المراكز الأولى عالميا؟ شكرا على الاستضافة وسعدنا الحديث عن هذا الموضوع الشيق والهام. طبعا كما ذكرتم الرؤية وضعت ضمن أهداف أن تكون 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة. حديث سمو ولي العهد الحقيقة يؤكد جدية وحرص الدولة على هذا التوجه، أن تصبح الجامعات السعودية مقصدا للطلاب والباحثين الدوليين وكذلك مراكز البحوث العالمية. الدولة عز الله طبعا ما دخر الجود في دعم مسيرة البحث والابتكار بالمملكة، تم تأسيس العديد من المعامل البحثية المتطورة سواء في الجامعات أو في القطاعات المختلفة مثل الصحة والمستشفيات. حرصت الدولة على التعاقد مع العديد من الباحثين العالميين المميزين، تم توفير الدعم المادي والمعنوي للباحثين، وتيحت لهم فرصة تفرغ العمل في المراكز العالمية. كل هذا ساعد على الارتقاء بالقدرات البحثية للباحثين بالمملكة. طبعا وجود الجامعات السعودية في المراكز المتقدمة زي ما ذكرتوا، أحدث تصنيف وتصنيف شنغهاي اللي ذكرته، كانت جامعة الملك عبد العزيز من أفضل 150 إلى 150 جامعة، جامعة الملك سعود من أفضل 150 إلى 200، وجامعة الملك عبد الله كاكس من أفضل 200 إلى 300 جامعة، وجامعة الملك فهد من أفضل 400 إلى 500 جامعة. هذا التميز لهذه الجامعات بهذا التصنيف وغيرها من التصنيفات مثل كيو إس وتايمز ويو إس نيوز وغيرها، نجد أن الجامعات السعودية هي الأولى محليا، هي الأولى عربيا، وتتقدم سنة بعد سنة في المراكز العالمية. هذا مؤشر لدعم قوي من الدولة، هذا مؤشر لقدرة الجامعات السعودية على استقطاب الباحثين المتميزين، وهذا يساعد على أن الجامعات العالمية كما تسعى فيما بين للتعاون ستجد أن هناك جامعات سعودية ظهرت ضمنها وستحرص على التعاون معها مما يؤدي إلى جودة المخرجات العلمية. دكتور، إذا تحدثنا عن جامعة الملك عبد العزيز، أين خطواتها مستقبلا وكيف تتقدم؟ طبعا جامعة الملك عبد العزيز لو نظرنا لها ضمن محاور مختلفة، مثلا ضمن الابتكار ترتيبها 11 عالميا، تحرص على تطوير وسائل الابتكار والإبداع، ولعل ضيق الوقت ما يساعد على التفصيل في هذا. موضوع الاستدامة أيضا، حرصت الجامعة على الاهتمام بالاستدامة، المقصود في استدامة البرامج والمناهج والخطط البحثية على مستوى العالم وأثرها على تطوير المجتمع. هناك حرص أيضا على دمج المجالات متعددة التخصصات، جودة التعليم، الجامعة كان ترتيبها 18 على مستوى العالم، وهذا جدا مهم لنا في الجامعة، لأن الجامعة في الأصل تسعى إلى التعليم والبحث العلمي يخدم العملية التعليمية. لما نقول جودة التعليم هذا مؤشر على أن معظم البرامج معتمدة سواء محليا ولا عالميا، هذا يدل على أن البرامج يعني تناظر أو تماثل نظيراتها العالمية. تم استقطاب العديد من الأساتذة المتميزين، تطوير البرامج المختلفة، وهكذا نجد أن الآن هناك إقبال من العديد من الطلاب العالميين المميزين للتسجيل في الجامعات السعودية كجامعة الملك عبد العزيز وأخواتها، مما يساعد على وجود مجتمع متعدد الجنسيات والمهارات والكفاءات وتلاقح الأفكار، وهذا يساعد على الارتقاء بالقدرات البحثية للطلاب السعوديين. دكتور، أيضا ذكر سمو ولي العهد عن تطوير التعليم في المدارس وتدعيمه أيضا بشيء مهم وهو المهارات، كيف ينطبق ذلك على طلاب الجامعات؟ الحقيقة زي ما ذكرت الاهتمام بالمهارات والقدرات هذه مهم جدا في الجامعات، ولعل يعني من نافلة القول أن نشير إلى أن الارتقاء أو التميز العالمي هو نتيجة محصلة عمل دؤوب وليس يعني وليد يوم وليلة. مثلا الخطة المستقبلية للبحث العلمي ضمن خطة آفاق تم تطويرها، الجامعة الحقيقة كانت جامعة الملك عبد العزيز مسؤولة عنها ولله الحمد، يعني وضعت خطة والجامعة نفسها التزمت فيها.
تم التركيز على النواحي التعليمية، على النواحي البحثية، على التكامل مع المجتمع في جميع المرافق. مثلا من النواحي التعليمية زي ما ذكرنا تم الارتقاء بالبرامج والاعتمادات، أيضا ببرامج الدراسات العليا تم الحرص على تطوير برامج تخدم أهداف التنمية بالمملكة وتواكب التطور الحاصل فيها، وبالفعل نجد الحقيقة إقبال شديد على هذه البرامج. لو ننظر للنواحي البحثية والمهارات، الجامعة الحقيقة حرصت على الارتقاء بالقدرات البحثية، سواء حينما نتكلم القدرات نتكلم عن الباحثين ونتكلم عن الطلاب، طلاب الدراسة العليا بالإضافة إلى طلاب البكالوريوس. بدأنا بالارتقاء بالنشر العلمي، ثم براءات الاختراع، والآن الجامعة بدأت طور جديد وهو تطوير المنتجات المعرفية التي تخدم المجتمع. حاليا الجامعة تعاونات مع مؤسسات ومصانع محلية وعالمية لتطوير منتجات تخدم المجتمع، ورأينا الحقيقة إقبال من كثير من الجهات للتعاون مع الجامعة. طبعا هذا نتيجة كفاءة وجودة المنتجات. الكلام طبعا لا يقتصر على الجامعة، يشمل الجامعات السعودية بصفة عامة، وبإذن الله تعالى نجد مستقبلا في العام القادم لو قابلتوا أي واحد من الزملاء ستجدون الصورة أجمل وأجمل بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف التركي، مستشار رئيس جامعة الملك عبد العزيز، ومبارك لكم هذا التصنيف وهذه المراكز، وإن شاء الله من هذه المراكز وأعلى بإذن الله. شكرا جزيلا.